فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشخص الذي هو مسافر من مكة إلى الرياض، يقول الشخص المسافر من مكة، المسافر إلى مكة من الرياض، يقول: هل ينتهي سفره إذا دخل الرياض وعاد، أم لا بد من وصوله إلى حيه وإلى مسكنه حتى يقال إنه قد وصل وأصبح؟ إذا وصل عامر البلد، إذا وصل عامر البلد فإنه انتهى سفره، ما هو لا بد يصل بيته، لا، إذا وصل عامر البلد. نعم.